طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. مجسم استثنائي من آثار اليمن معروض للبيع في مزاد عبر الإنترنت. بيانات أممية، ربع سكان اليمن بحاجة إلى الدعم والرعاية النفسية. صحفي أمريكي يكشف أكاذيب نتنياهو عن قتل حماس للأطفال. أهلا بكم. تتواصل الفعاليات والأنشطة الشعبية بذكرى ثورتي أكتوبر وسبتمبر، لأنهما بحسب موقع المشاهد أهم حدثين في تاريخ اليمن الحديث، وتتزامن الاحتفالات باستحضار الأغاني والأناشيد الوطنية التي رافقت الحدثين منذ الانطلاق حتى الانتصار. الناشط السياسي والصحفي رامز الشارحي يقول في حديث لموقع المشاهد إن الاحتفالات الشعبية تأتي ضمن تمسك الشعب اليمني بأهداف وقيم ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والرفض المطلق لكافة أشكال التطرف والتجزئة، ويضيف أن الاحتفال الشعبي رسالة واضحة لكل الأطراف السياسية بأن الشعب لن يفرط بأهداف ثورتيه والجمهورية والحرية والوحدة الوطنية. يقول الموقع: كانت الحكومات المتعاقبة في اليمن تحتفي بثورتي سبتمبر وأكتوبر وتحيي طقوسهما في تكرار متجدد كل عام، غير أن الحرب المندلعة أدت إلى توقف الاحتفاء الرسمي مقابل تضاعف الاحتفاء الشعبي في عموم اليمن. وتعليقا على ذلك، يرى خالد عبد الجليل النجار عميد مركز الدراسات اليمنية بجامعة تعز أن الاحتفاء الشعبي المتزايد هو نتيجة لإدراك الناس المزايا التي حصلوا عليها في زمن الجمهورية، الأمر الذي جعلهم متمسكين بأهداف الثورتين. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي نقل عن المختص في الآثار اليمنية عبد الله محسن قوله في منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك إن مجسما نسائيا مصنوعا من الفخار مع نقش مسند من آثار اليمن معروض للمزاد عبر الأنترنت. وأضاف محسن أن بيتر رينيه، وهو شاعر وملحن ومنتج وراقص ومغني وموسيقار الرقص السويسري، يعرض على منصة كاتاويكي للمزادات عبر الأنترنت مجموعة من التحف الأثرية من العالم القديم. في 17 من أكتوبر 2016 أجرت الدكتورة سيلين روك اختبار التألق الحراري في معامل ريز أرت في فرنسا لتحديد عمر التحفة الأثرية، وأشارت النتائج إلى أنه يعود إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، وتحديدا للفترة من 960 إلى 360 قبل الميلاد، أي ما يقارب من 2500 عام. واختتم المختص محسن منشوره بالقول: من حسن الحظ أن المزاد يمنع مشاركة المقيمين في الولايات المتحدة وأستراليا بسبب قوانين الجمارك فيها، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي تمنع دول العالم دخول آثار اليمن إليها إلا ما تشارك به اليمن في معارض دولية للترويج السياحي. حكومة اليمن مشكلة تنتظر معالجتها. تحت هذا العنوان كتب عبد اللطيف المرهبي مقالا نشره في موقع المصدر أونلاين، وهذا جزء منه. في بلدان العالم عادة ما تكون الحكومات المؤتلفة من أطراف عديدة ومختلفة فاعلة وناجحة، وتتمتع بقدر من المسؤولية استجابة لطبيعة الأوضاع التي دفعت باتجاه تشارك القوى السياسية لإدارة المرحلة. وذلك النجاح والفاعلية للحكومة وأعضائها مرهون بمدى احترامهم لأنفسهم أولاً ولمواقعهم المسؤولة وقوانين وأنظمة مهامهم ولبرنامج عملهم. لكن وللأسف في تجاربنا القريبة والقديمة في اليمن نكون عكس التجارب الأخرى، وتفرغ مهام وأولويات حكومات الشراكة من مضمونها، ويتحول حال ووضع الحكومة نفسها إلى أزمة ومشكلة تنتظر علاجها إلى جانب الملفات العامة للبلد التي كان منوط بها حلحلتها ومعالجتها، وذلك لعوامل كثيرة أبرزها الحكومة نفسها وليس آخرها الوضع السياسي العام الذي ينعكس جلياً على أداء الحكومة، بحكم أن الحكومة كان جزءاً من عوامل معالجة الوضع السياسي.
وفيما يعد تشكيل حكومة الشراكة السياسية في اليمن التي انبثقت عن اتفاق الرياض وسميت حكومة الكفاءات السياسية خطوة جيدة ينبغي أن تحقق نجاحاً ملموساً على كل المستويات، لأنها أعادت الاعتبار للعملية السياسية بصيغتها التوافقية. وبالنظر إلى حال حكومتنا المشار إليها ومن واقع تقييم عام لأدائها حتى اليوم، نجد وبكل وضوح أن خللاً ما يعتريها وأنها لم تكن بالشكل والمستوى المأمول، وهذا ما تعترف به الحكومة ذاتها ويؤكده الواقع للأسف، حتى إن القول بأنها تعد مشكلة بذاتها في الأداء والإنجاز صائب وصحيح. يقول موقع بلقيس إن الحوثيين أقروا تعديل مجموعة من القوانين الضريبية والجمركية، منحوا بموجبها رئيس مجلس حكمهم الانقلابي الحق في فرض ضرائب جديدة أو رفع الضرائب والرسوم الجمركية المعمول بها حاليا، وهو ما سيفتح الباب أمام دفعة جديدة من الجبايات. يتابع الموقع: صوت أعضاء ما يسمى مجلس النواب الخاضع لسيطرة الميليشيا على مقترح قدمه رشيد أبو لحوم وزير المالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها والمقالة منذ 3 أسابيع. المقترح يمنح رئيس مجلس الحكم في مناطق الميليشيا سلطة تعديل القوانين وفرض أو تعديل الرسوم الضريبية والجمركية بناء على اقتراح من الوزير دون تدخل من حكومة الانقلاب أو مجلس النواب، خلافا للدستور اليمني الذي يمنع بشكل قاطع فرض أي رسوم ضريبية إلا بقانون. رئيس اللجنة الدستورية فيما يسمى مجلس النواب ونائبه اعترضا بشدة على هذه التعديلات ورفضا التعاطي مع تلك المقترحات لمصادمتها مع الدستور، إلا أن الحوثيين أوعزوا للجنة المالية بالمضي في مناقشة وإقرار تلك التعديلات. كانت غرفة التحقيق مكونة من مكتب محقق خلفه سرير وكرسي أجلست عليه للاستجواب، وكانت رسالة واضحة لي كامرأة. هذا ما تتذكره البهائية اليمنية ندى القدسي، والتي أضافت لموقع يمن مونيتور وهي تتذكر لحظات اعتقالها من قبل الحوثيين لانتمائها للطائفة البهائية. هذا المشهد إضافة للعنف اللفظي والشتائم والتمييز العنصري والتهديد بالقتل لن يغيب أبدا عن ذاكرتي كما تقول. ويتابع الموقع: نداء هي واحدة من بين عشرات البهائيات الذين تعرضوا للاعتقال والترهيب بسبب معتقداتهم ضمن حملة اضطهاد تعرضوا لها خلال السنوات الأخيرة. اعتقلت ندى عام 2016 من قبل أفراد من الأمن القومي في صنعاء مع أشخاص آخرين بهائيين ومسلمين عقب مداهمتهم لفعالية تقيمها إحدى المؤسسات، وأودعوها سجنا مجهولا منعت فيه من التواصل مع أهلها قبل الإفراج عنها. يضيف الموقع: في كثير من الأحيان يضايق الحوثيون أفراد الطائفة البهائية ويحتجزونهم تعسفا، فيما تقارير حقوقية أشارت إلى استمرار إخفاء 11 بهائيا بعد اختطافهم في مايو الماضي إثر اقتحام مسلحين تجمعا سلميا للبهائيين في صنعاء. مفقود لن يعود، عنوان مقال للصحفي حسن عبد الوارث في موقع بلقيس، وجاء فيه: عندما تفقد وطنك، أي قيمة تعود لأي شيء تفقده بعدها؟ قد تفقد مالاً غزيراً، لكن حياتك تستمر مع الأمل بتعويض ما فقدته من مال. قد تفقد إنساناً عزيزاً، لكنها سنة الحياة التي تتقبلها مهما كانت ثقيلة الوطأة. قد تفقد كل أحلامك وآمالك التي نسجتها صوب التطلع لحياة أجمل ومستقبل أفضل، لكنك تظل قادراً على العيش وعلى الحلم. لكنك إذا فقدت وطنك فإنك تفقد هويتك وتغدو رقماً ضئيلاً جداً على هامش العالم. أينما يممت وجهك تكون مطارداً بالأسئلة الباردة وبالشكوك الحادة وبالسلوك العدائي، وكأنك مصاب بأخطر الأوبئة. جواز سفرك وبيانات انتمائك تدل على أنك شخص مشبوه أو غير مرغوب فيه لدى الآخرين، حتى تلك البلاد التي كانت تفتح أبوابها وذراعيها أمامك ما عادت تفعل ذلك، بل غدت تغلق كل الأبواب في وجهك أو تضع أعسر الشروط قبالة إمكانية السماح لك بالدخول إليها أو الإقامة فيها. والأشد إيلاماً أن الدول التي كانت أحد أكبر الأسباب في دمار وطنك قبل فقدانه صارت أكثر الدول شراسة في التعامل معك وأكثر أرض الله كراهية لظلك، تلفظك كما يلفظ البحر الجيفة
وترفضك كما يرفض البدن أي جسم دخيل عليه ولا تستطيع أن تعترض. شهد اليماني غير تغريبه في مشواره التاريخي وعرف غير مأساته، غير أن مأساته وتغريبته اليوم هي الأفدح والأقسى والأشرس والأنكى. بحسب صحيفة الشرق الأوسط، سلطت بيانات أممية جديدة الضوء على استمرار تدهور الوضع الصحي في اليمن، حيث أدى ذلك مع تدهور الوضع الاقتصادي وتزايد انعدام الأمن الغذائي والتفشي المتكرر للأمراض إلى انهيار النظام الصحي. ومع ظهور مزيد من المخاطر الصحية المحدقة بملايين السكان في اليمن جراء استمرار الحرب، قالت الأمم المتحدة إن ربع سكان اليمن بحاجة ماسة إلى الدعم والرعاية في مجال الصحة النفسية جراء صدمات الصراع وتداعياته المستمرة. وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان أن واحدا من بين كل 4 أشخاص في اليمن يعانون اضطرابات في الصحة النفسية وبحاجة لخدمات دعم ورعاية. وألفت الصندوق الأممي إلى أن 7 ملايين شخص بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية. وتتابع الصحيفة منظمات أممية معنية بدعم القطاع الصحي اليمني أوضحت في تقارير لها أن الانقلاب والحرب تسببا بحدوث أضرار نفسية وعقلية لأكثر من 5,500,000 شخص، والعدد في تزايد. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن بلدانا في إقليم شرق المتوسط منها اليمن تواجه عددا غير مسبوق من الطوارئ الصحية. مكتب المنظمة في إقليم شرق المتوسط قال إن اليمن الذي يغيب عن أذهان العالم كثيرا ما زال في محنة، وأضاف يوجد ملايين البشر ممن يحتاجون إلى مساعدات صحية عاجلة في ظل عدم عمل المرافق الصحية إلا في حدود ضيقة. بعد عقود وجيل أو اثنين، ما تزال لدى معظم أفراد الكيان الصهيوني جوازات سفر وجنسيات أوطانهم وأماكنهم التي يمكن أن يعودوا إليها لدى أول شعور بخطر حقيقي. إنهم الفلسطينيون الذين ليس لهم جنسيتان ولا وطنان ولا فرصة في الوجود كشعب إلا في وطن الآباء والأجداد التاريخي. كان هذا جزء من مقال علاء الدين أبو زينة في صحيفة الغد الأردنية، والذي قال فيه: لطالما تفاخر الرئيس الأمريكي الحالي جوزيف بايدن بعدائه السافر للفلسطينيين وتماهيه المطلق مع المشروع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني في فلسطين، فهو صاحب المقولة الشهيرة: لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترع واحدة، وهو الذي أكد قبل عام في مطار اللد المحتل صهيونيته الأصلية حين كرر مقولته الأخرى: لا يجب أن تكون يهوديا حتى تكون صهيونيا. ومواقفه المنحازة المعلنة بتطرف لا يليق برئيس دولة كبرى تزعم أنها وسيطة نزيهة وربة الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في العالم لا تحتاج إلى تعليق. لكنه روى يوم الأربعاء الماضي قصة يجب أن يرويها كثيرا في جملة ما يرويه. حكى الرئيس للصحفيين الحاضرين عن أول زيارة قام بها إلى الكيان الصهيوني قبل 50 عاما كعضو في مجلس الشيوخ قبل بضع أسابيع من حرب أكتوبر في العام 1973. قال إنه بعد اجتماع في مكتب رئيسة وزراء الكيان إنذاك جولدا مائير، سألته جولدا عما إذا كان يرغب في التقاط صورة معها، ونهض لالتقاط الصورة. ويروي بايدن: استطاعت أن ترى على ما أعتقد أنني كنت قلقا، أنحنت وهمست لي: لا تقلق سيناتور بايدن، لدينا سلاح سري هنا في إسرائيل. كان هذا ما قاله حرفيا: ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه. أراد بايدن من تكرار هذه القصة أن يطمئن أفراد الكيان وأنصاره إلى أنهم يملكون أقوى سبب ممكن للصمود، وهو ما يوصف بأنه عقيدة الظهر إلى الحائط، أو ما نعبر عنه نحن في ثقافتنا بمقولة طارق بن زياد على حدود أوروبا بعد إحراق المركب: البحر من ورائكم والعدو من أمامكم. لكنه وظف هذا التصور المعقول بعد كل شيء لدعم رؤيته إما غافلة تماما أو متغافلة تماما للحدث الروائي والواقعي. إننا نحن الفلسطينيين ليس لنا مكان آخر نذهب إليه، وهذا سلاح سري مهم لدى الفلسطينيين وليس بنفس المقدار. كشف الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل زيف
صورة الطفل المتفحم التي نشرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إنها لطفل إسرائيلي أحرقته حركة حماس وبثها الإعلام الغربي دون تحقق أو دليل. الصحفي الأمريكي كشف بحسب صحيفة القدس العربي أن صورة الطفل الإسرائيلي المزعوم تعود إلى كلب في عيادة طب بيطري أنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي. الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد قال قبل أيام إنه شاهد صور أطفال إسرائيليين ذبحتهم حماس قبل أن يعود إلى البيت الأبيض، وينفي مشاهدة الصور بنفسه مؤكدا أنه سمع عنها فقط من نتنياهو. مع ذلك تقول الصحيفة ما زال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يردد أكاذيب إسرائيل بحق المقاومة أينما ذهب، وكأن تزييف الصور والأحاديث لم يكشف. لكن إصرار بلينكين وغيره من الساسة المنحازين لإسرائيل بحسب القدس العربي لم تحل دون تراجع بعض وسائل الإعلام الغربية عن مواقفها والاعتراف بأنها سمعت عما فعلته حماس بالأطفال الإسرائيليين دون أن تشاهد أو تتحقق، كما فعلت CNN الأمريكية وأندبندد البريطانية. كشفت وسائل إعلام بريطانية أن إدارة هيئة الإذاعة البريطانية BBC تحقق مع 6 صحفيين وصحفيات عرب يعملون لديها بسبب تغريدات اعتبرتها منحازة ضد إسرائيل، وتبرر قتل المقاومة الفلسطينية لمن وصفتهم بالمدنيين الإسرائيليين. موقع عربي بوست أوضح أن الأمر يتعلق بصحفيين من مصر ولبنان، وهم محمود شليب وسالي نبيل وسلمى الخطاب وعمرو فكري وآية حسام من مصر وسنة الخوري وندى عبد الصمد من لبنان. BBC أوقفت العمل مع الصحفية المستقلة آية حسام، كما رصدت تعليقات لمراسلها في الشرق الأوسط تؤيد عملية طوفان الأقصى مثل حماس تقاتل لأجل الحرية وعملية 7 أكتوبر هي صباح الأمل. فيما غرد أحدهم أن سمعة إسرائيل تبكي في الزاوية، وقام آخر بإعادة نشر فيديو لإسرائيليين يختبئون خائفين بعنوان المستوطنون يختبئون داخل حاوية خوفا من مقاتلي المقاومة الفلسطينية، والآخر يدعو كل التوفيق للفلسطينيين في حربهم ضد الكيان الاحتلالي. متحدث باسم BBC قال: نحن نقوم حاليا بالتحقيق في هذه المسألة، وإذا تبين وجود انتهاكات سنتخذ إجراءات تأديبية. ويتابع الموقع: التحقيق الذي فتحته الهيئة البريطانية مع صحفيها العرب في الشرق الأوسط قوبل بانتقادات واتهامات للقناة بتجاهل كل الانتقادات لكونها منحازة ضد ما يتعرض له الفلسطينيون، لكنها قبلت التحقيق في قضية تعليقات سلبية ضد إسرائيل. صحيفة القدس العربي نشرت صورا من مسيرات التضامن مع فلسطين حول العالم، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إليكم أبرز رسومات الكاريكاتير لهذا اليوم، نتابعها في جولتنا الأخيرة.
مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة وفي أمان الله.